يقال انه هذا الفيديو مسجل في كندا. ف يعني كثرت في الهضره بزاف، كيقول لك واش يعني الامير بهذا الحجم يعني يغني بهذه الطريقه في الشارع العام او لا، خصو يكون عنده واجب تحفظ الى اخره. فهناك من يقول هو حر كشخص يغني يشطح هذاك الشيء شغله، بانت له كيقول لك لا. انا فقط عندي غير واحد الملاحظه، انا كنشوف واحد السيده كتحط الفليسات، برافو. لأن هاد الناس المغنيين ديال الشارع، رجع لهذيك السيده اللي كتخلص عفاك، هاد المغنيين ديال الشارع كيعيشوا بهذا الشيء، هما ماشي متسولين، هما معروفين يعني في الثقافه ديال الدول المدن الكبرى الغربيه كيكونوا فنانين ديال الشارع، كيغنيو كيعزفوا كيعيشوا بهذاك العزف ديالهم. فوالا الناس كتدور معاهم. انا اللي لاحظت، انا ولا عندي سؤال، واش الامير هشام هو دور مع هاد السيد؟ إنا غادي نشوف في نهاية ديال الفيديو، غادي يجي غادي يقول هذاك اللي كان كيصوره يشد بالآخر ويزيد يستمع. كما كنشوفوا الأمير هشام مستمتع وفرحان وضحك ونشط، ويمكن هذا كيذكروا بشي نوستالجيا الآخر. يعني فوالا هاد السيدة خلصت واخا ما استمتعتش، فكان من المنتظر أنه حتى هو يدور مع السيد. فواش هذا سهو منه؟ نسى ما مدورش مع السيد، أو لا ما يعني حنا كنعرفوا يعني ملوك والأمراء ويعني المغاربة بصفة عامة يعني كرماء. فإذا كان هذا السهو، واش غادي يتعوض هذا المغني ولا ما يتعوضش؟ خاصة وأنه حنا كنعرفوا أصحاب الحسنات بزاف، فإلا شي واحد مشى عند هذا المغني وقال له بأنما هذاك اللي كان كيشطح معاك راه أمير ولاباس عليه وراه صورك والصورة ديالك غزات الفضاء الأزرق واليوتيوب وإلى آخره، وراك راك تشهرت حتى انت معاه، فصحاب الحسنات يقولوا له امشي طلب التعويض، راه يمكن استغل الصوره ديالك بلا ما يعلمك الى اخره. وحنا كنعرفوا الدول الغربيه في هذه المسائل ديال الصوره، وسيرتو الا شافوا شي واحد مثلا ضعيف بحال هذا المغني ضد شي واحد اللي يعني ميسور، فما غاديش يرحموه. فعلى اي كانت هذه ملاحظه، انا يعني قلت واش نسى ما دورش معاه، خاصنا انه استمتع مع راسو تبارك الله عليه بصحته، فكان يعني على الاقل في المقابل يعني يدور معاه. وهكا هاد الشيء اللي كينتظروا هاد المغنيين ديال الشارع. One.